النهارده يشرفنا وجود حضراتكم معانا النهارده، معي رئيس الوزراء والساده الوزراء. عندنا ثلاث رسائل رئيسيه. الرساله الاولانيه كلهم بياكدوا التعاون ما بين القطاع الخاص والعام وبالاخص الحكومي. احنا زي ما حضرتك في معالي دوله رئيس الوزراء كنا نزلنا البورصه من سنتين، وفي خلال الخمس سنين اللي فاتوا قدرنا ان احنا الاولانيه بعد اذنك في خلال الخمس سنين اللي فاتت قدرنا ان احنا نبقى مجموعه من الشركات بتخدم في اغلب المجالات اللي بتخص التحول الرقمي والشمول المالي، وقدرنا الحمد لله بتواجدنا ده نخدم مع الحكومه في اكتر من قطاع. والحمد لله الخبر الكويس اللي احنا فتحنا فرع في السعوديه، وان شاء الله هيبقى هنا توسع اقليمي. الحاجه الاهم ان احنا مع الحكومه المصريه وبالاخص وزاره الماليه قدرنا ان احنا يبقى في ريفرنس في افريقيا في بلدين. قريب جدا احنا ومع وزاره الماليه هنطلع نعمل نفس الريبليكيشن بتاع النجاح بتاع الشبكه الماليه في دولتين في افريقيا ان شاء الله. الحاجه الثانيه اللي احنا بنقول عليها ان العائد على الاستثمار قدرنا ان احنا مع الشبكه الماليه للحكومه المصريه ان التحصيلات بتزيد الحمد لله بمعدل 20% مع المدفوعات. اهم حاجتين كنا احنا بنركز فيهم البنيه التحتيه والتامين. الحاجه اللي مهمه اللي حضرتك هتشوفها النهارده الرساله القويه اللي من وزاره الماليه ازاي بدانا نستخدم البيج ديتا والاناليتكس في اتخاذ القرار، وده من اهم الحاجات اللي وزاره الماليه هتدي لحضرتك النبذه عنها. اتفضل. معالي دولة الرئيس متشرف طبعا بحضراتكم. اهداف وزاره الماليه رقم واحد عندنا الحوكمه والرقابه، ازاي ان احنا يبقى عندنا نزود ايراداتنا وترشيد الانفاق ونستخدم البيانات اللي احنا عملنا بنيه تحتيه قويه ليها للمعرفه، يكون كمان عندنا قدره على الربط من كل الانظمه الماليه. احنا هنا النهارده عندنا ميكنه لكافه لهيئات الموازنيه والجهات اللي داخله في الموازنه العامه للدوله. ده بيوصلني ان انا عندي حوكمه لحوالي 66% من اجمالي اعتمادات الموازنات اللي بتحاول توصل لحوالي 66% من الناتج المحلي. طيب الاعداد الموازنه كله بقى مميكن عندنا، بقى عندنا شبكه بالشكل ده معالي دوله الرئيس، عندنا ربط بين كل الانظمه اللي موجوده عندنا، عندنا منصه للتكامل بين الضرائب، الجمارك، الجهات الموازنيه كلها بالكامل. ده بيساعدنا على ان احنا النهارده لما بنربط بيبقى عندنا اي امر دفع على سبيل المثال يطلع لاي مورد لازم يكون مرتبط بالانفويس فاتوره الكترونيه، وبالتالي بقى عندي قدره ان انا اقدر اعمل دمج ما بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير الرسمي وازود الحصيله من خلال استخدام البيانات الموجوده عندنا، من خلال حساب الخزانه الموحد كمان ما بين الجهات الحكوميه بنعمل محركات التسويات الحكوميه، كنا في الاول قبل عمليات المكنه كان ممكن يتم خصم على حساباتي عقبال ما تخش للضرائب والايرادات هي اتخصمت فدفعت فلوس. النهارده من خلال حساب الخزانه الواحد والميكنه بيتم في نفس الوقت واللحظه بيسمع فيه حسابات الجهات الموازنيه الاخرى، وبالتالي بوفر خدمه التمويل نفسه في خصم البيانات الموجوده عندنا. في نفس الاطار في الحوكمه الموظفين عملنا ميكنه لكل المرتبات وعندنا حصر كل مرتبات الدولة اللي موجودة مع عندنا. المنصة بقت عندنا بالشكل ده ربط بين كل الأنظمة الموجودة ده، وبالتالي أقدر أن أنا أنمي مواردي من خلال المعرفة والديتا اللي موجودة في كل الأنظمة المالية لداخل أنظمة وزارة المالية سواء كانت ضرائب أو كمان جمارك أو أي أنظمة أخرى كمان مع الجهات الموازنية اللي احنا ميكناها. ده بيديني إدارة قوية، بيديني معرفة أقدر إن أنا أتحول يكون عندي بريدكشن كمان بالتوقعات بتاعة مصروفاتي وكمان حجم إيراداتي. أقدر كمان هنا معالي دولة الرئيس إن إحنا يكون عندنا توقع للفجوة التمويلية. أنا ميكنت مصروفاتي وإيراداتي، وبالتالي من خلال أنظمتي أعرف الفجوة التمويلية لليوم القادم قد إيه. من خلال هذه الأنظمة دي كلها يبقى عندي جودة في إدارة البيانات والمعلومات. أنا مش عايز أطيل على حضراتكم بس بندي بنفس. رسالة أخيرة يا فندم. فين آخر رسالة يا فندم؟ إحنا بالتعاون مع ما بين هيئة التأمين الصحي الشامل اللي إحنا بنفتخر إن إحنا بنشاركهم مع وزارة الصحة ومع وزارة الاتصالات قدرنا إن الحمد لله دلوقتي المرحلة الأولى نجحت بالكامل وبقى في تعاون، وإن إن شاء الله المرحلة الجاية تم فيها دلوقتي على طول إن إزاي إن إحنا كمشغل لهيئة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات إن المراحل التانية إن
شاء الله هتبقى بنجاح زي اللي ثبت. شرفتنا معالي الوزير، الله يخليك يا فندم. إيريني مهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي، بنرحب بحضرتك ومعايا زملائي من البنك المركزي في جناح البنك المركزي اللي بيحرص على مشاركة في المعرض عشان يعرض جهود البنك المركزي والدولة في التحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية لما ليها من إمكانيات كبيرة بتساعدنا أن احنا نقدم حلول مالية ومبتكرة لعملاء القطاع المصرفي، بتقدم الحلول بصورة تكلفة أقل ومنتشرة أكتر على مستوى الجمهورية حتى في المناطق النائية. لو حضرتك تأذن لي نعرض فيديو قصير بيعرض جهود البنك المركزي واللي نتجت معظمها من استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أهم دعائمها استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار اللي ساهمت في نمو الشركات، عدد الشركات اللي بتعمل في مصر في هذا المجال من 32 شركة في عام 2017 وصولاً إلى 177 شركة في عام 22، نجحت في جذب ما يزيد عن 800 مليون دولار في عام 22، منها كمان منظومة الدفع الوطنية ميزة اللي عدد بطاقاتها وصل لما يزيد عن 30 مليون بطاقة من إجمالي 62 مليون بطاقة مصدرة في مصر، محافظ الهاتف المحمول اللي وصل عددها ل 36 مليون محفظة اللي هي ميزة ديجيتال، التطبيق الأشهر على الإطلاق حاليا اللي هو إنستا باي اللي بيستخدمه معظم المواطنين والعملاء في الوقت الحالي، نجح في جذب 6.2 مليون عميل في فترة قصيرة قوي في سنة ونص، وصلنا لعدد 1.2 مليون نقطة بيع إلكتروني، عدد 23,000 مكنة صراف آلي منتشرة في أنحاء الجمهورية. كل ده بيعمل كمان من خلال منظومة أمن سيبراني قوية بيشرف عليها مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي اللي بيخدم القطاع المالي، والعديد والعديد من التعديلات التشريعية والرقابية. كل ده مع بعض ساهم في وصول الشمول المالي في مصر لما يزيد عن 67%. لو تأذن لي حضرتك نعرض فيديو قصير. من عمق التاريخ بدأت الحكاية، حكاية امتدت لآلاف السنين. واجهنا التحديات وخلقنا منها فرصاً وأفاقاً جديدة، حافظنا على تراث أجدادنا العظماء وانطلقنا لنبني المستقبل. أصبحنا نعيش في عالم بحجم شاشة الهاتف المحمول وأجدنا لغة الرقمية. الإمكانات الكبيرة لقطاعنا المصرفي والتطور غير المسبوق في قدراته التكنولوجية ساعدنا في تحقيق الكثير من الإنجازات. ورغم هذا النجاح لا نزال مستمرين في طريقنا ونحاول دائما أن نفوق التوقعات، ومن هنا أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار واستراتيجية الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030 لعصر جديد من الازدهار، عصر نهيئ فيه بيئة تنظيمية ورقابية متطورة نتجاوز من خلالها كافة العوائق والتحديات ونستغل إمكانياتنا الهائلة ونحقق طموحنا اللامحدود لبلدنا العظيمة مصر. وفرنا خدمات مالية متنوعة للجميع يتم تقديمها بشكل سريع وسهل وبأقل تكلفة. ندخل العصر الجديد بتطبيقات تكنولوجيا مالية وخدمات مصرفية رقمية تليق بنا، ولأن الثقة هدفنا الرئيسي وفرنا الحماية والأمان لجميع المعاملات المالية للشركات والأفراد.
من أجل تشجيعهم على التوسع في استخدام الخدمات الرقمية. نكسب ثقتهم في كل خطوة جديدة، ثقة تساعدنا على التوسع بشكل أكبر في العالم الرقمي بإمكانياته الجبارة، وتشجعنا على الاستمرار في طريقنا ونجاحاتنا لنطلق العديد من المبادرات والفرص التمويلية والبرامج التدريبية المتنوعة التي تهدف إلى تيسير حياة المواطنين وإتاحة المزيد من الخدمات المصرفية المناسبة لهم. والآن أصبح لدينا مجتمع جديد لم يكن لنا أن نتخيله منذ سنوات قليلة، بفضل ثقة الجمهور والتعاون مع الجهات الحكومية والرقابية والمؤسسات الدولية. والآن نضيف فصولاً جديدة لاستكمال مسيرتنا، نطلق فيها مبادرات جديدة تستهدف احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، تؤكد حرصنا على تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل رقمي أكثر تطوراً. فطموحنا ليس له حدود، ولا نعترف بوجود مستحيل. البنك المركزي المصري مستمر في طريقه نحو آفاق جديدة تدعمنا قدراتنا وإمكانياتنا للوصول إلى ما نصبو إليه. هذا هو البنك المركزي المصري برؤيته المستقبلية وتخطيطه الاستراتيجي، ليساهم في كتابة صفحات مضيئة من صفحات الجمهورية الجديدة، ويمهد الطريق لنظام مالي رقمي تنافسي ومتوازن يواكب رؤيتنا وطموحنا. سنستمر بكل حماس يدا بيد مع شركائنا لتحقيق مستقبل أفضل لبلدنا العظيمة مصر. بنشكر سيادتك يا فندم، ونتمنى دوام التوفيق والنجاح للقطاع المصرفي والحكومة. شكرا. في مجال التقنية اللي هي وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، الوحدة دي الجديد فيها إنها بتقدر تطلع توكيل لمحامي وهو من عند الوحدة، ما بيحتاجش إنه يروح الشهر العقاري بقى ويبقى قدام موثق، لا بقى قدام المكنة دي بيقدر وافتح تحتها أنا ومعالي وزير الاتصالات، فبتطلع بختم كمان حي مش بختم صورة. بنستهدف بقى إن إحنا إن شاء الله ننشر الخدمة دي في السفارات بره، بحيث ان اي محررات محتاجينها من وزارة العدل ممكن السفارات تقدمها بره بمقابل عملة اجنبية. يعني اللي بعده دي شكل المكنة، دي الورقة المؤمنة اللي بتطلع بيها. عندنا برضو المشروع اللي كنت طلبت من فخامة الرئيس انه يساعدنا فيه، وفعلا بيتحقق دلوقتي على ارض الواقع، ان احنا بنحول الكلام لنص. المكنة موجودة بنشتغل مطبقينها في 13 محكمة دلوقتي، استخدمناها في 92 ألف جلسة لغاية الآن، وجاري نشرها على كل المحاكم ان شاء الله تباعا. يعني عندنا الحقيبة التقنية دي بقى يعني بياخدها الموثق ويروح في أي مكان جوه البيت جوه المصنع جوه الشركة، ويعمل كل المحررات لأصحاب الشأن في أماكنهم ويطلع له المحرر المطلوب. دي في عجالة يا فندم اللي احنا مشروعات وزارة العدل اللي احنا بنقدمها في الأدم، واحنا شغالين فيها بتوجيهات فخامة الرئيس وطبعا معاونة معالي الوزير، شغالين في العدالة عن بعد، ان احنا بحيث من رفع الدعوة الى الحكم فيها تكون كله اونلاين، مش محتاجين ان احنا نروح. طبعا هتبقى في الاول اختياري، وبعد كده ان شاء الله في مرحلة لاحقة تبقى اجباري ان شاء الله يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. We'll be right back.
جناح وزارة الصحة والسكان. احنا عندنا طبعا مجموعة من الشاشات من خلال غرفة إدارة الأزمات وغرفة القيادة والتحكم اللي احنا عملناها اللي بندير منها أزمة غزة أيضا، وتواصلنا مع كل المستشفيات اللي بتستقبل المصابين وجرحى من غزة، قادرين ان احنا من خلال نظم المعلومات الجغرافية ومن خلال متابعة كل المبادرات الرئاسية وأيضا متابعة أكياس الدم والمخازن. هستاذن سيادتك ان دكتور اشرف عبد العليم يشرح لسيادتك بشكل مبسط حجم الشاشات الموجوده دلوقتي. صباح الخير يا فندم. احنا انشانا يا فندم مركزين لدعم واتخاذ القرار داخل وزاره الصحه. المركز الاول لاداره الازمه بيتكون من مجموعه من الداشبورد بتعرض بنوك الدم، الرعايه، اسره الرعايه، الحضانات، ومجموعه من الجيوغرافيك انفورميشن سيستم اللي بنقدر بيها نظهر منشاتنا الصحيه على الخريطه الالكترونيه، نقدر نظهر القوى البشريه بتاعتنا على الخريطه الصحيه، نقدر نظهر الاجهزه اللي موجوده جوه كل مستشفى داخل الجمهوريه. مجموعه اخرى داخل مركز القياده والسيطره بيعرض مجموعه من الداشبورد التخصصيه لكل قطاع من قطاعات الوزاره، قطاع الوقائي، قطاع العلاجي، قطاع الرعايه الاساسيه، قطاع السكان. كل الداشبورد يا فندم بتستقي الداتا بتاعتها من قواعد البيانات اللي شغاله على الارض. يعني على سبيل المثال يا فندم، مبادره المقبلين على الزواج، الترانزاكشن اللي بيحصل في الارض من المتقدم للخدمه بيسمع مباشره على الداشبورد داخل مركز القياده، فبالتالي نقدر نتابع كل كيس باي كيس داخل الغرفه. كمان يا فندم فتحنا غرفه عمليات للاحداث اللي شغاله في شمال، في اتجاه الشمال الشرقي، فبنقدر ان احنا نستقبل الوافدين اللي جايين من اتجاه الشمال الشرقي في مستشفيات شمال سيناء، وبنقدر ان احنا نتابعهم لحظيا من داخل مركز اداره الازمه جوه وزاره الصحه يا فندم. شكرا يا فندم. طبعا للسنة الثانية على التوالي احنا اشتركنا في معرض القاهرة الدولي للاتصالات، كان بتوجيهات سيادة الرئيس بعد الافتتاح. كمان في نفس التوقيت احنا اشتركنا في اكتر من معرض على مستوى الدولي، سواء في جايتكس دبي او جايتكس المغرب ومعرض الاتصالات الدولي في شنغهاي. الغرض ان احنا بنبتدي نوعي المواطنين والجهات الحكومية بالخدمات اللي بتقدمها الشبكة. السنة دي مش بس بنوضح خدمات الشبكة، ولكن في خدمات بتاعة الكلاود، بعد إذن حضرتك، الخدمات بتاعة الكلاود احنا ابتدينا نوفرها السنة دي. أهمها كانت استضافة البيانات الحكومية ومعالجة البيانات، ولأول مرة بنستخدم الذكاء الاصطناعي عشان بعد معالجة البيانات، بحيث ان احنا نقدر نوفر بعض الخدمات للجهات الحكومية زي ما أشار الزميل في وزارة الصحة، الخدمات الداشبورد، وده التعاون اللي تم في المستشفى بتاعه العاصمه الاداريه ومستشفى العالمين. برضو ده كل ده من خلال الشبكه ومن خلال الحوسبه السحابيه اللي موجوده في الشبكه. برضو السنه دي اطلقنا خدمات المنصه الرقميه، ومنها التطبيق بتاع تواصل المؤمن بديلا للتطبيقات الخاصه بتاع التواصل الاجتماعي اللي تبقى شغاله على الانترنت، بحيث ان احنا الشبكه بتوفر التطبيقات من خلال حوسبه خاصة بالدولة، ونقدر نأمن البيانات المتداولة بين الجهات الحكومية. وإن شاء الله فندم برضو على آخر السنة دي هيتم افتتاح الكور كلاود الكامل بتاع الشبكة، اللي هيقدر يقدم الخدمات لكل الجهات الحكومية. أي أمر فندم؟ تأمر فندم؟ أدر فندم؟